شي عندي راهي عندي بس شوف سيب هذا الشيء هذا صافي بركه يا نعم صافي ريح وريح الله يعطيك اخويا الله يعطيك دو على بركه الله ساعيه ما شبابي لا فاتك زهرة شكرا لك. متتبعي قناة شوف تي في اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وحلقة جديدة من برنامجكم فطور مع ولاد الشعب. فطور مع ولاد الشعب اللي عودتكم قناة شوف تي في اننا كنديروا كل سنة من رمضان. كنحاولوا اننا نفطروا مع ولاد الشعب، اننا نعيشوا معاناتهم، اننا نقربوا منهم، خلينا عندهم بيوت، وايضا كنفطروا مع الناس اللي دعاتهم ظروف ديال الحياة وضرورة الحياة انهم يتشردوا في الشارع. التشرد في الشارع كل ما كنسمعوها حنا الناس اللي ساكنين في ديورنا كنسمعوها واحد كلمة ساهلة متشرد، تنشوفوه تنخافوا منو، كاين اللي كيضرو خاطرو منو، كاين اللي كيعيفو، كاين اللي كل واحد كيفاش كيشوف هاد المتشرد. ولكن هاد المتشرد راه كيبقى انسان، كيبقى خونا، كيبقى منا، واي واحد فينا كان ممكن انه يكون متشرد او يتعرض للتشرد، ولكن هي الاقدار وكل واحد كيفاش كتب لي الله سبحانه وتعالى انه يعيش. يعني كتب لي الله سبحانه وتعالى ان والديه بقاو حاضرين عليه، كاين كتب لي الله سبحانه وتعالى ان عائلته تبرأ منه. المثال اللي عندنا اليوم ديال هذا الشاب اللي تصاب بداء فقدان المناعه المكتسبه او ما يسمى السيدة، الايد سميه كيف ما بغينا نسميه. السيدة واحد الوقت كنا كنسمعوا السيدة كتجينا الخلعه، ما كنقدروش لا نسلموا على مولاها، لا نهضروا معاه، لا نبركوا معاه، لا ناكلوا معاه، لا نشربوا معاه. ولكن الحمد لله وسائل التواصل والاعلام خلاتنا نعرفوا ان السيدة راه هو واحد المرض بحال جميع الامراض. قصتنا اليوم هي للعبره، مش اي شاب ياخذ الاحتياطات ديالو، ان اي حاجه تحرم الله سبحانه وتعالى الا وفيها واحد الشر فينا. خليكم معنا نتعرفوا على القصه ديال خونا. السلام عليكم. رمضان مبارك سعيد. شكرا للجميع على خصوصا من تحتيتي فاطمه الزهراء والطاقم وجميع الصحافه ويعني والناس اللي وراء الكواليس ديال قناه شوف تي في. كنشكركم من القلب الخالص. مرحبا، عرفنا بك الاسم ديالك اخويا. انا سميتي جلال دريس، مولود سنه 1982 بالضبط عام 1975، ولكن كبرت في سلطان بالضبط في شارع بن مدين. ولد العماله. ولد العماله. العماله. خويا جلال انت يعني ماشي غنقولوا حنا اللي يعرفوا الناس كلشي ولا البنات، ولكن حنا كنعرفوا كاين بعض الناس اللي ساكنين كيكونوا متشردين، تيكون ما عندهمش اسره، ما عندهمش العائله، ما عندهمش والدين، ولكن انت راه ولد عائله، عندك الوالدين وعندك الخواتات وعندك الاسره ديالك، ولكن هذا المرض ديالك اللي خلاهم يتبرؤوا منك. اولا بغيناك تحكي للشباب، الشباب اللي بعض المرات الطيش والنزوات والشهوه كتغلب عليه وكيخليه كينسى ان كاين واحد الحاجه سميتها امراض جنسيه كتنتقل عبر العلاقات الجنسيه المتعدده. السيد هذا كان عنده علاقات جنسيه متعدده بالرغم من صغر السن ديالو، كان كيمشي مع مغربيه، مع قاوريه، مع اي وحده تلقى بها بدون ما يكون محمي، بدون انه يدير ذاك هو الواحد ما يتحمى ما والو، ما يديرش كاع في الاصل باش يبقى كونكيل. عاودينا شنو وقع لك؟ كنت خدام، كانت اموري طيبه اللهم لك الحمد. قريتي شويه؟ رفعت شويه صوتي. انا عندي نيفو ديال لاكاتخيم اني سيكوندير، سيتازيغ العام الاخر ديال الكوليج، خرجت من الكوليج من بعد ما جات طلاق ديال الام ديالي والاب ديالي طليقو، يعني بدات المشاكل العائليه، يعني ظروف ماديه معنويه ما خلاتنيش نكمل قرايتي. صافي من بعد جاتني في 2005 جاتني فرصه انني نخرج من المغرب، مشيت للكويت،
وكويت شقيقة، عشت فيها من 2005 حتى 2015. كيف ما كنعرفوا بالنسبة لدول الخليج كنعيشوا تحت الرحمة ديال الإنسان اللي كنسميوه الكافي، يعني إلا ما كما تنقولوا إلا حبس عليك الأكسجين حبسوا عليك. يعني بقيت خدام معاه، كنت مدير مطعم ماكدونالدز، ديك الساعة الأم ديالي كانت متفوقة مع الوالد، كانوا معارفو تاتي بس كنسافر ليهم. يعني ما كنتش خدام شي مبلغ اللي هو باهظ، يعني تقريبا واحد 25 درهم مغربية، يعني منها الإيجار ديالي، منها ليسونس ديال الطوموبيل، ديال الطوموبيل ديال الخدمة، يعني بزاف ديال الحوايج. يعني كنت كنعيش حدو قدو، يعني بديتي بذاتك بنفس مكفس، المهم غير باش نقدر نعيش نورمال وصافي. صافي إن شاء الله قدا في الأخر ديال 2014 قام بسالي عقد العمل ديالي، بغيت نتوجب، يعني بغيت نحول الكفاله ديالي على كافي ثاني، يعني باش نخدم في مطعم كيكون في الفندق. مشيت عند كافي ديالي، باش يعني هذا تحويل ما بغاش، قال لي هذا اللي غادي ياخذك باش يكون تحويل داخلي، خلي يديك هو بلادك ويجيبك، قال لي انا دفعت عليك مصاريف. المهم هذه غير واحد نوصلوها لخوتي. لا يعني هذا الشيء خصنا مزيان نعرفوه، ان كنعرفوا ان باش تخدم في الخليج راه صعيب بزاف، كيكون واحد طرف الخبز مبرمد في الدل. فوالا، يعني كتعيش تحت الرحمه ديال الانسان، الى يعني كتفيق بالوقت اللي بغا هو وتنعس بالوقت اللي بغا هو، والاصعب في هذا الشيء كامل هو انه كيفاش غادي نوصل، يعني حتى باش تخرج بشي يعني بشي كونجي لبلادك، الى ما عطاكش هو جواز السفر، هذه واحد الفكره قليل اللي كيعرفوها، انه الجواز ديالك جواز السفر كيتسحب من فوق، كتوصل للمطار هذيك الدوله العربيه كما كانت الدوله الخليجيه، كيتسحب من الجواز، كيبقى عند الكافي ديالك حسن النهار اللي كيبغي هو على قيمته هو فوقاش، كيف ما كنقولوا بالدرجه ديالك، النهار يبغي الطانطو ديالو هو يسافر في بلاد عاد يعطيك الجواز ديالو. دونك هنا كنعيشوا تحت الرحمه ديال الكافي. جيتي بحالك المغرب. جيت بحالتي المغرب. واخا اسمح لي، المرض ديالك ديال المناعه المنتخب، واش جيتي من الدول العربيه ولا جيتي المغرب؟ لا حتى جيت المغرب، انا ما نزلتش الباقي، يعني باش نكون واضحين، الفرق اللي كيبقى ما بين المغرب والدول الخليجيه، الدول الخليجيه اي مواطن او ماشي مواطن، اي مقيم سواء مغربي سواء يعني من اي دوله كيعيش في دوله خليجيه، الكفيل ديالو كيلزم عليه واحد التحليله كيتسمى بيلون جينيرال من 3 شهور ل 3 شهور. كيدار 3 شهور بالزمن، كيجي المدير ديال الشركه كيدير لك التحليله من 3 شهور ل 3 شهور. يعني اون فوا تصاب بشي مرض كون متاكد ان الطياره الاولى غتركب فيها. وكتعاقب عليها وتدوز الحبس عندهم في سجن الابعاد عاد باش تجي للمغرب. العذاب وصافي. العذاب. الحمد لله على بلادنا. الحمد لله اللهم لك الحمد. شوف اختي فاطمه الزهراء، انا ماشي انا خديت عشت شويه عشت بزاف في المغرب. عشت شوية على مرض، اللي نقدر نقول لخوتي المغاربة، الدرهم كاين في هاد البلاد، وهذه هي بلاد العز، وهذه هي بلاد الخيرات، ودليل على هاد الشيء شحال من يعني الدولة ديالنا قديمة، من يعني من عهد الأمويين، من عهد يعني، والحمد لله باقي الخير. الحمد لله. هذا دليل على بلادنا ما خاص غير الإنسان يدير السبب. بلاد العز بلاد الخير. الحمد لله، اللهم لك الحمد. القصة ديالك جلال، أنت بالذات بديتي كدير هاد العلاقات غير الحمية. مع جميع الجنسيات اللي تلاقيتي معاها كتوجهها. اختي اش غنقول لك؟ انا دخلت المغرب بكتاب ديال المكتوب في المغرب 2015، من شهر 3 مارس 2015. مشيت المغرب يعني كانت عندي واحد يعني كيف ما تنقولوا دوير الزمان، داكشي اللي كنت جامع من تما، صافي جيت بقيت تنخرج تنسهر، يعني انا ما نكذبش يعني تعاطيت المخدرات، تعاطيت الخمر، يعني انا ماشي اليوم غادي نجي للمنبر اللي شفت نقول انا مالك، لا انا ما عمري لا انا كنت غلطان. كنت غادي فواحد الطريقه اللي ما كترضيش الله، كنت كنكسب كنت كندير بزاف ديال الحوايج، ولات العقاب اللي في الدنيا وكنحكي بحال الله ونشطو، اكيد كاينين الناس اللي يهاجموني تيقولوا انا سبق لي اني صورت معاكم مع صحفي يعني في نفس القناه ديالكم، جاو ناس هاجموني تيقولوا اه هذا السبب كان غادي في الطريق كتغضب الله، اه كنت غادي في طريق الله، ولكن في نفس الوقت خاص الانسان يتراجع ويدير مسألة في باله انه هذا ابتلاء، هذا ابتلاء من عند الله. الحمد لله اننا كنفيقوا من القلبه قبل ما يفوت الوقت. وان الله ان احب عبدا ابتلاه، ودليل على هذا الشيء انا الحمد لله واخا انا كنعاني من المرض وعندي علاج يعني علاج ثلاثي اللي غنبقى نخدم حتى نموت، كيف ما تنقولوا الموت واحد يقصد يتعدد. اللهم لك الحمد، من هذا المنبر كنوجه رساله شكر يعني من القلب الخالص صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي كيدعم الناس المصابين بهذا الداء. يعني عندنا علاج ثلاثي اللي كناخذوا تريتمون ديال 3 شهور، يعني كل شهر عندنا 30 حبه تناخذوها من جناح 23 موريزو، والصيدليه هذيك كتعطينا كيدعمها صاحب الجلاله الله ينصره
والله يطول لنا من عمره والله يشافيه لنا والله يخليه لنا. اللهم امين. الله يعافيك ولدي الله يعافيك. امتى اكتشفتي انك المرء وكيفاش اكتشفتي؟ شنو نقول لك، بتاريخ شهر 10 شهر 10 نوفمبر 2019 يعني كنت كندور في الزنقه المعليه النبويه، اصلا انا كان عندي مشاكل شويه مع العائله، المهم كنت كندور في الزنقه الا وهي مع شي خمسه ديال العشيه تنحل عينيا كنلقى راسي في السبيطار في موريزكو. السبيطار موريزكو ما قبلنيش، ملي حليت عينيا تنسول علاش انا جيت هنا. سمح لي غنقاطعك، في العلاقه كتكون ديما عمرك شفتي شي حاجه اللي تحميك حتى ما كنتيش كتخاف من المرض، ما كنتيش كتقول هذا المرض فين، ما كنتيش كتعرف. شوفي اختي الصراحه انا ماشي كنت كنعرف هذا المرض، ما عندي فكره عليه. لا حيت بزاف ديال المغاربه، حنا كندويو على المغرب، بزاف ديال الناس اللي كيديروا علاقات خارج اطار الزواج ربما كنعرفوا هذا المرض، ولكن راه الناس كيتنساو كيتغافلوا، ربما كيقول كيفاش غادي تجيني هاد السيده ولا هادي، ما كتعرفش راسك هذاك الشخص اللي مشيتي معاه واش حامل الفيروس ولا ما لا. هنا غادي انا متفق معك اختي فاطمه، ولكن اليوم ماشي غادي باش يعني ندافع على راسي او ندافع على الشباب المغاربه، لا الرساله اللي غنبغي نوصل هو انه حتى الاعلام حتى هو عنده دور في هذه المساله، لان فوقاش المواطن المغربي كيسمع على فقد المناعه المكتسب، كيسمع نهار 26 ديسمبر برنامج سيد اكشن اللي هو برنامج اللي كيدار باش كتجمع الحمد لله ملي كنديروا هذاك البرنامج كنعرفوا حتى اصلا ان الناس شحال كيف ما قلت لك كانوا كيسمعوا مرض السيده راه ما يسمعوش. اه ولكن اختي فاطمه الصراحه حبذا ولو يكون تكون برامج توعويه على طول السنه، ماشي بالضبط في التاريخ نهار 26 كنسمعوها نهار 26 في شهر 12 مع السنه الصباح حتى نهار 27 مع السنه الصباح باش كتكون لاكولي جديده كيسالي البرنامج كيبقاوش يسمعوا الناس. مزيان مزيان نعرفوا شنو هي السيده، كيفاش كتجي، شنو الدواء ديالها، كيفاش نحميو راسنا، كيفاش نتعاشروا مع انسان مريض بالسيده، لان انسان مريض بالسيده راه انسان طبيعي خصنا نتعاملوا معاه ولكن بحثيه. فوالا هنا اذا كيفاش عرفتي راسك رجعوا لك كيفاش عرفتي راسك؟ كيفاش عرفت راسي يعني كيف ما قلت لك حليت راسي قطره يعني جاتني غيبوبه، حاله غيبوبه، حليت عيني لقيت راسي في موريزكو. المهم فقت ما عرفتش شنو عطاوني، واش عطاوني فيتامين، واش عطاوني شي حاجه باش استوعبت. صيفطوني لجمعيه المغربيه لمحاربه السيده اللي كاينه في شارع المسيره، اللي كذلك كنشكرهم من هذا المنبر اللي يعني تاهما يعني المهم كيحاولوا يديروا اللي في جهدهم يعني لا من دواء لا من نصائح لا من يعني لخصات شي حاجه كتمشي يعني يعني ماشي شي حاجه اللي هي ماديه كتاخذها معهم، انما شي مساعده معنويه كتسول على شي حاجه كينصحوا مجال الطب ما علينا. المهم مشيت وجهوني الجمعيه المغربيه لمحاربه السيده، تما كان كيدار واحد الكشف اللي هو كيتسمى كشف سري ومجاني، يعني ما كتعطيش سميتك ما عطيش كنيتك وفابور ما كتخلص عليه حتى حاجه، وكيدار في مده ديال ربع ساعه كتعرف راسك واش حامل هذا المرض او لا. بالنسبه لدواعي هذا المرض، هذا المرض هو كيتنقل اختي فاطمه الزهراء عبر ثلاث طرق، يا اما من الام للجنين ديالها يعني عن طريق الاب غادي يجيبوا لمراته لانه قام بعمليه يعني فسد بعيد على مرته وجابوا مرته. الطريقه الثانيه هو عن طريق استعمال الادوات الحاده الغير معقمه تماما، او عن طريق علاقه جنسيه غير محميه. بالنسبه للحامل، بالنسبه لهذا المرض هو في ثلاثة حالات، كاين حامل الفيروس وكاين المصاب وكاين مرض الايدز. مرض الايدز هو المرحله النهائيه. كيفاش كنوصلوا للمرحله النهائيه؟ كتكون مرحله بالنسبه لي انا باش عرفت كنت في الاول كنت حامل، ملي كتكون حامل الفيروس كتقدر تبقى تعايش مع هذا المرض، ولكن بحكم الظروف اللي كنعيشها وانا في السنقه ما كنعرفوش هذا المرض، المناعه عندها علاقه مباشره مع المورال. اذا كان المورال طالع المناعه كتطلع، كان المورال نازل المناعه كتنزل. حتى الخوف راه كينقص من المناعه. فوالا كتبقى تفكر، الناس كيسمعوك مريض، كيسمعوا مريض بصفه كيبعدوا منك. واخا السلام واش السلام كينقل السيده؟ هذه هي الرساله اللي بغيت نوصل. اختي فاطمه الزهراء بالنسبه لك الدكتور هذا اللي في المركز الشفائي الجامعي بن رشد اللي متبع معنا، باش نعطيكم واحد الفكره، حنا اليوم في 2021 حنا 38268 مصاب في المغرب. اوكي هذا البروفيسور اللي كنتبعو عنده اللي كنتبعو عنده اللي كيدير لنا التحليل واللي كيعطينا الدواء، واش عنده عائله؟ عنده عائله؟ عنده ولاد؟ في نظرك اختي فاطمه الزهراء ملي كندخلوا عنده المكتب ديالو كيسلم علينا، واش ما كيخافش على راسه وما كيخافش على عائلته؟ يعني شنو تقدري تفهمي من هذا الشيء؟ ان هذا كيقولوها الاطباء كلهم، وحاجه اخرى حتى مريض الايدز كيقدر يتزوج ولا مريض السيده كيقدر يتزوج ويدير وليدات ويتزوج انسانه غير حامله للفيروس، انسانه عاديه ملي كتبع الدواء ديالك بانتظام يعني على طول يعني ما حدك حي كتبع الدواء ديالك بانتظام تقدر تتزوج انسانه غير حامله للفيروس، ولكن فوقاش كتقدر تولد مع الاولاد هذيك كتكون بطبيعه الحال استشاره ديال الطبيب. هو اللي كيقول لك جلال كاين شي وحده تقبل تزوج بشي واحد فيه السيده. اه كاينين وبزاف
كنا اعتقد على هذا الشيء. كاينه مسؤوله اجتماعيه في يعني تابعه للجمعيه ديالنا اللي هي الجمعيه الدوليه للمحاربه السيله، اللي مسؤوله غير على الناس اللي مصابين. انا خديت تجربه وشفت انا عيالي، كاينين بزاف ديال الناس مراض، كاينين عيالات مراضات تزوجوا من غير ما مراتش، وكاينين رجال مصابين يعني. والعكس صحيح. العكس صحيح. ملي عرفتي راسك مريض هذاك المرض اللي كان هو، حنا كنا كنسمعوا السيده الموت باش قال لي خرجتي باير اختي فاطمه. انا النهار اللي عرفت الاصابه ديالي كنت شهور ما تنجليش، صدمت، درت محاولة انتحار الاولى فشل، درت محاولة انتحار الثانيه فشل، تما غادي نامن انه الله عز وجل ما بغانيش نموت بهذيك الطريقه، ما بغانيش نمشي لا دنيا لا دين. انت هذا الشيء لا من عند الله، تقربت من الناس اللي هما على علم في الفقه وفي الدين، منهم امام ديال المسجد ديال الحومه فين كنت كنسكن، تقربت منه، حكيت ليه الوضع ديالي، قلت انا راني مصاب بهذا المرض، وهذي كاين وهذي كاين وهذي كاين وهذي كاين، قال لي شوف اولاد، قال لي انت الله سبحانه وتعالى تيبغيك، قال لي مادام الله ابتلاك، قال لي اي مرض مزمن حدث الا وهو ابتلاء من عند الله عز وجل. الحمد لله. ان خير الخطائين التوابون، وان الله احب عدم الابتلاء. هذه رساله كنوصلها لبعض الناس اللي كنسمعوا انا 5 درهم ديال الريشارج. خلي كيدخلوا بتعاليق اللي كيشوف. شوف اللي نقول لك واحد القضيه، ما عمر يكون اجماع على شي حال على شي شخص، راه الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش في الاجماع، فانا بالو كنا بشر عادي ماهوش كل شيء. شوف عرفتي راسك انت يا السيده، واش بقيتي كدير علاقات بلا بلا بريزرفاتيف او لسا؟ احسنتي انك طرحتي السؤال اختي فاطمه بزاف. انا بعدا كنحييك وكنحييك على شجاعتك انك قدرتي تقابلنا اليوم بوجه مكشوف، انك قدرتي، لان هذا كان طابو من الطابوات، كان صعيب شي انسان يخرج ويقول انا فيا السيده، انك يولي منبوذ من المجتمع. الحمد لله حنا في 2021 والناس وعات، الناس عرفات اشنو هي السيده ولينا كنتعايشوا معاها، وكنحييك على الشجاعه ديالك. شكرا لك. ولكن قبل واش من بعد الشجاعه جات من عندك اختي فاطمه الزهراء؟ انا اتصلت فيك جات من عندك الشجاعه. مرحبا والف مرحبا، انا كنحييك وكنشكر كذلك الطاقم ديال الاخوه اللي قدامي، شكرا لكم بزاف. بارك الله عليهم. نتايا واش بقيتي كدير علاقات جنسيه من وراك؟ شوف كنت نرجعوا للموضوع هنا، كتحسنتي انك طرحتي هذا السؤال. شوفي انت، انا عبد وانت عبد والاخوان، احنا كنا تعرفت تحت الفلق، كنقسم لك فمي بالله، وصيامي حرام عليا من تاريخ 18/10/2018 فاش عرفت الاصابه ديالي بهذا المرض، اديت عهد وقسم امام الله انني معمرني نفسي، لان اشنو دن واحد الانسانه ما دايره والو نعطيها هذا المرض، مادام انا الله تراني بهذا المرض صافي، انت شفت عرفت راسي مريض، نشوف واحد الوثيقه والحمد لله وشكره، كنت باغي ننتحر وكنت باغي نوقف حياتي، ولكن امنت بحاجه واحده اللي هي انه راه الموت وحده والاسباب تتحدى، ماشي صافي حيت مرت بهذا المرض ونوقف الدنيا. وبالنسبه يعني باش تعطيني خاطر انني نفسد، لا، كنقول لك درتي يدي في وسط 60 حزب وعطيت عهد الله عز وجل اني عمرني نفسد الى يوم البعث. الحمد لله. فتزوج بغينا نزوجوه. نتمنوا على الله، نتمنوا على الله نخرج بعدا من هذا الوضع اللي انا فيه. ان شاء الله غادي تخرج. عائلتك كيفاش تقبلوا الوضع؟ اختي ديك الساعه انا ما كنساك يعني فاش عرفت المرض، حاولت نتقرب من الاهل ديالي، يعني ماشي غادي نقول لك، يعني انا صراحه نقول ماشي غنقول اني يعني مشيت عندهم او دويت معاهم، لا، انا هزيت تليفوني صيفطت ميساج للام ديالي، قلت لها امي ها اللي واقع ليا واللي واقع ليا واللي واقع ليا، قالت لي انا ولدت جوج بنات وما عندي ما نجيب واحد حامل الفيروس. كيفما كتشوفي انت جيتي عندي قلت لي كنت نعس نعس الزنقه. وليت دايره متشرد في الشارع. متشرد في الشارع. من بعد ما كنتي ولد عائله وخدمتي وكنتي كتربح فلوس وليتي كتعيش في الشارع. الحمد لله على كل حال، الحمد لله كنحمد الله ونشكره. اكيد انا غلطت، اكيد انا كنت غادي في الطريق اللي كتغضب الله عليه، لان هذا الشيء ما تنكروش، ولكن كيف ما تيقولوا الحمد لله خير الخطائين التوابون، والله عز وجل تيبغيني وبغاني نتقرب منه، الحمد لله تراجعت الله. يعني ظروفي صعيبة 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 قاسية لأقصى درجة، والحمد لله على كل حال. يعني لا قلب حي. ما خدمتش جلال، ما بغيتيش تخدم؟ ما كرهتش أختي نخدم، واش أنا كرهت أختي نخدم؟ دابا إلا بغيتي تخدم شي بلاصة ضروري كتقول لهم راه فيها هذا المرض كتخبرهم؟ لا ما نقدرش أختي، لأن شنو نقول لك، تقدري لأن حنا كنعيشوا في واحد المجتمع ولكن خصنا نخبروهم إلا بغيتي تخدم، لأن باش هما يديروا الاحتياطات ديالهم. ولكن ملي كتقولي أختي فاطمة بزاف احتياطات، يعني هنا بحال كنرجعوا انه انا راه نقدر نعادي الناس، لا انا ما تنعاديش الناس. وبغيت نوصل لك واحد الفكره اختي فاطمه الزهراء، حنا كمصابين بهذا المرض عندنا من 3 شهور كناخذوا الدواء ياك، ومن 6 شهور كنديروا واحد التحليله اللي هي شنو هي التحليله الفيروسيه والتحليله ديال المناعه ياك.
ملي كتكون كتبع الدواء ديال الانتظام خصك تعرف انه ملي كتمشي دير ديك التحليله كدير نص شهر كتلقى الا كنتي المورا ديالك ما مزيانش ما كتاكلش الدواء بانتظام المناعه كتنزل والفيروس كيطلع. انا الحمد لله اللهم لك الحمد في هاد التحليل اللي فاتت مشيت لقيت فيروس شحال كنسميوها كنسميو لا شارج فيرال ايتان ديتيكتاب، يعني الفيروس ما كيتقراش. ملي كتقول ما كيتقراش يعني ما بقيتيش كتعدي، فهمتي ولا لا؟ يعني حتى لو نقوم بعلاقه جنسيه ما نعديش. وحنا بغينا كسيدي تدي وليدات وتزوج، الله يسهل عليك. النصيحه اللي قبل ما نختموا معاك اخويا جلال، لازم بغيت نصح بها الشباب والشابات ديال اليوم عاد غادي نختم معاك. واخا الرساله اللي بغينا نوصل للشباب المغربي اليوم هو حنا كنعيشوا في سنه 2021 بالضبط في دوله المغرب برعايه صحه الجلال الله يسهل الله يخلي علينا. وبالتالي اللي كنبغي نوصل للشباب هو انه مرض فقدان المناعه المكتسب هو مرض كثير في المغرب. راه حنا اليوم 36268 مصاب في المغرب، يعني هذا دليل قاطع على انه الفيروس منتشر بطريقه خطيره في المغرب. الشباب كنقول لكم ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم، خافوا من نكته من كورونا، خافوا من نكته من كورونا. دابا انا الناس يخافوا من كورونا، انا كنخاف من الناس. غتجيب لي اختي فاطمه الزهراء علاش تخاف من الناس؟ حيت انا مناعتي ضعيفه. انا دابا ما كنقدرش ندخل لشي بلاصه اللي فيها السحاب، والا دخلت شي بلاصه فيها السحاب حتى من يديا كنشال الجاكيطه والبابيط كنطلع حتى لعند عينيا كما تيقول كنولي بحال بحال شي غراب. علاش؟ حيت نخاف على راسي، انا مناعتي ضعيفه، يعني اي حاجه تاتاكي. واخا خويا جلال عرفتي انت منين جات الاصابه بالضبط ولا من عند من؟ ما نقدرش نعرف. واش العلاقات اللي كنتي كدير مع النساء ولا الدنيا كنتي كدير علاقات معاهم شاده على شي حاجه اللي كتخدم الله مع النساء مثلا؟ علاقه جنسيه عاديه طبيعيه عاديه طبيعيه غير هي كيقولوا حتى ديك العلاقه اللي كتكون فيها المحرم اللي حرم الله سبحانه وتعالى مثلا كاين شي علاقه المحرمه مع المراه هي حتى هي كتكون اسباب اللي كدير لا ما عمرني اختي قمت بشي حاجه اللي كتغضب الله. صح كنت كنفسد ولكن باش يعني نفسد بشي طريقه اللي كتغضب الله. والله يعافيك اولدي هادشي غنقول الله يشافيك ويعافيك. حنا كنتمناو انكم تعاطفوا مع ولدنا جلال، وكنتمناو ليه انه يسكن وان تكون عنده سكينه وان الناس يتعاونوا معاه. غنخليو لكم رقم ديال الهاتف ديالو هو باش غنكتبو. وقبل ما نختم معاك المشاهدين انا جبت لك الفطور الشهري مرحبا. بالنسبه لاي قلب رحيم بغى يتواصل معايا يعني الله يعطيكم الخير. انا اليوم الى جيت المنبر ديال شوف تي في يعني انا ما كنطلبش شي حاجه كثيره، بغيت غير شي بيت غير على قد الحال. الله يجعل يكون غير بيت غير ديال 300 درهم غير ديال 400 درهم، بغيت غير شي خدمه غير على قد الحال. وبالنسبه للناس اللي غادي يحاولوا يتواصلوا معايا شي بيعه وشريه، انا ما عنديش تليفون في راه كيفاش كتشوف ما كتشوفوا عندي غير تليفون صغير، يعني اللي غادي يحاول يتواصل معايا حبذا لو تكون مكالمه عاديه. وشكرا لكم. شحال الرقم ديال الهاتف ديالك؟ 046-31-86 عاودها 046-31-86. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي غنختم معكم هذا اللقاء المباشر وهذا الافطار ديال ذات الشعب. غنعاودوا الرقم وغادي نكتبوا لك في التعليق كتكتب فيه 06-06-90-41-36-81 06-90-41-36-81 صافي هو هذا. متابعي قناه شوف تي في غنختم معكم هذا اللقاء المباشر وهذا الافطار المباشر باش نخليو خونا اللقاء بكم ان شاء الله في مباشر اخر وفي الفطور مع ولاد الشعب واحد اخر. ردوا بالكم الشبان والشابات، بعض الاحيان الانسان كينسى راسه ولا السيده كاينه. شكون قال انت اي وحده تلاقى مع واحد بحال جلال ويكون ما كيخافش الله سبحانه وتعالى وما يقولش لك انا فيا السيده، تلاقي معاه ما عمرك غتعرفي هذا واش فيه السيده ولا ما فيهش. اولا نفس الشيء شي وحده فيها السيده تلاقى مع شي شخص ما غتعرفش واش فيها السيده ودير علاقه حميميه غير محميه، وسهل انك تاخذ واحد الفيروس اللي غيبقى معك في حياتك كلها ويعيشك في العذاب وفي الرعب. شكرا لكم مشاهدي قناه شوف تي في، والى اللقاء في مباشر. الله يسعدك خويا سلام.